السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن بهذا الفيديو حنحكي عن موضوع كثير هلا حاليا عم نسأل عليه، اللي هو موضوع يتعلق بطلاب البكالوريا. بداية بدنا نقول لهم مبارك بمناسبة طبعا انتهاء العام الدراسي بالنسبة لطلاب البكالوريا، انتهاء المرحلة الدراسية الطويلة اللي استمرت 12 سنة. نتمنى لهم أكيد التوفيق ببقية حياتهم. طبعا حنحكي شوية معلومات مهمة بتخص طلاب البكالوريا، طرحت مؤخرا بسبب الشكل السريع اللي انطلبت فيه. طبعا مشكور اخونا استاذ اسامه حنفي طبعا حكى بهذا الموضوع. نحن للتاكيد وبسبب كثره السؤال عن الموضوع رح نرجع نثبت المعلومات ونعيدهم بشكل سريع، نحاول نجيب عن اكثر الاسئله اللي تسال، واليه شوي عند البعض ما كثير واضحه ومفهومه، حنرجع نعيدهم بشكل مختصر وبسيط وسريع. طبعا بدايه كان في طلب بنهايه الاسبوع الماضي من التربيه التركيه لكل المدارس السوريه المؤقته بتجهيز علامات الطلاب، جلاءاتهم وكشف العلامات، يكون الكل عنده جاهزة هالأمور من يوم الاثنين يلي هو كان الأمس لحتى يصير انتهاء التسجيل ليوم الجمعة القادم على فحص التعيين المفتوح. طبعا بعض المدارس كانت مبلشة بموضوع الفحوصات، البعض لسه، بس كان لازم على جميع المدارس تدارك هذا الموضوع لحتى يصير إدخال للبيانات والمعلومات بشكل كامل. بظن أغلب المدارس حاليا أنهت هاي النقطة، تم تسجيل البيانات كاملة وتجهيز جلاءات وكشف علامات للطلاب. هون في نقطة صغيرة الطلاب كثير عم تسأل عليها، انه احيانا عم يلاقوا في فرق بين علامة الجلاء اللي بتخص صف البكالوريا وعلامات الصفوف الثانية. الجواب هون انه ليش في فرق بين المعدل؟ اي علامة داخلة على نظام اليوبيس للطالب بمرحلة الثانوي يعني صف تاسع عاشر حادي عشر بكالوريا حتفوت ضمن المعدل، يعني الطالب اللي مقدم تاسع او عاشر او حادي عشر وفايت على اليوبس هي العلامة حتنحسب من ضمن معدل الطالب العام يلي حيكون داخل مع علامة البكالوريا. أما الطلاب يلي ما لهم علامات في باقي الصفوف اللي ذكرتها فبس حيفوت العلامات، ما حتأثر يعني ما حتنحط صفر، فبس العلامات اللي هي كانت داخلة بالأساس هي اللي حتحسب ضمن المعدل النهائي. فبعض الطلاب بجوز يلاقوا اختلاف بين معدل البكالوريا وبين معدل يلي حيلاقوا على الفحص النهائي أو الشهادة النهائية، هذا هو الفرق، بجوز يكون أحيانا يقل أو ينقص حسب المعدلات السنين الباقية اللي حتدخل معهم بالمعدل العام. هلا بعد ما ناخذ الجلاء المدرسة انهت هذا الموضوع، طبعا المنسقين حيتولوا هذا الموضوع وبلشوا باغلب المدارس. بعد انتهاء الجلاءات حنحصل على الجلاءات مع كشف العلامات مع البطاقة الشخصية اللي هي الكملة، حتتاخذ هاي الاوراق من قبل المنسقين والاداريين، حيتم التوجه فيها لمديرية التربية اللي يتم التعديل بشكل سريع، عم يتم التعديل خلال اليوم بإذن الله. طبعا هي الشغله كلها عم تكون فيها منسقين والطلاب، ما في داعي انه يتلبكوا ويسالوا شو صار وكيف نعدل وهالامور كلها، هي الامور كلها ان شاء الله محلوله عند المنسقين والاداريين، عم يروحوا يقدموا هي الاوراق تكون جاهزه. بعد التعديل، بعد انتهاء من التعديل، حيتم تقديم الاوراق الى مركز الاتشيك اوريتيم اللي هو مركز التعليم المفتوح، وفيه حيتم تقديم الطلبات للطلاب. حيكون مع مثل ما حكينا الشهادة المعدلة مع الكملك الخاص بكل طالب مع صورة شخصية مع عنوان الطالب، حيتم تقديمها من قبل المنسقين والطلاب، حيتم في صورة أخذ صورة للطالب والتسجيل بالأتشيك أوريتيم. طبعا الأتشيك أوريتيم هو فحص يقام في الدولة التركية لمعادلة الشهادات الصادرة من مدارس غير تركية لتصبح كأنها شهادات تركية نظامية بالكامل، هذا هو الغاية من الفحص المفتوح. رح يتم التسجيل، بعد ما يتم التسجيل هون في نقطة مهمة، بعد ما سجلنا بفحص التعليم المفتوح ناخذ ورقة عليها الاسم والرقم الوطني وشفرة الدخول لنظام التعليم المفتوح. بعد ما ناخذ الشفرة هي تبع نظام التعليم المفتوح حنفوت، فينا نفوت، الكل يفوت يشوف الصفحة تبعه الخاصة فيه، اسمه، الرقم الوطني، يتأكد من المعلومات. بس في نقطة جدا جدا هامة بدي انبه لها كل طلاب البكالوريا، انه انتبهوا بس لهي المواضيع، لا تختاروا مواد، ما في داعي، انتو المواد حتكون مختارة لكم اساسا، فما في داعي نلبك حالنا ونحن نختار مواد ونضوي حالنا. نحن لنا وضع خاص بالسوريين، المدارس السورية المؤقتة لها وضع خاص بالفحص التعليمي المفتوح، بالتالي نحن ما في داعي نعذب حالنا ابدا، بس بتفوتوا بتشيكوا على الاسم ورقم الوطني اذا كله مكتوب صح مثل مكتوب على الجواز والكملك وبس. اذا الامور تمام مو في شيء خلل او خربطه بشيء معين بتراجعوا المركز التعليم المفتوح لحتى يتم تلافي الخطا، ما في داعي تختاروا اي ماده، لا تضعوا حالكم بهالامور كلها. طبعا بعد ما نتاكد وصار لنا اسم بفحص التعليم المفتوح، الفحص حيصير بنهايه شهر 6 ان شاء الله القادم، بدايه من 24/6، وبالشهر السابع حيكون في النتائج والشهاده. بعد ما نحصل على الشهاده
حتكون شهادة تركية نظامية معترف عليها بكل مكان. هي باختصار الأمور. بس في سؤال كمان كتير عم ننسأله بهذا الخصوصي، هو فحص تعليمي مفتوح، حنقدم ما حنقدم، حندرس ما حندرس، حنفوت لهلأ لحد هذه اللحظة حيكون مثل ما صار السنة الماضية، حنفوت نقدم، الحضور ضروري جدا، مهم جدا، تفوت تسجل اسمك، كان التقديم منيح جيد او غير جيد، ما المهم انه قدمت بصورة جيدة او لا، المهم تفوت تسجل حضور وتعتبر ناجح، والعلامة ستبقى هي علامة الجلاء والمحصلة النهائية اللي حكينا عليها من قبل. فهي باختصار موضوع الفحص اللي هو كمان كتير عم نسأل عنه، حندرس ما حندرس؟ طبعا مثل ما حكيت هو الموضوع انه لهلا لحد هذه اللحظة الموضوع ما في اي شيء، حتفوت بس تقدم تسجل اسمك وتطلع من الفحص. في حال صار اي تعديل طبعا حنخبركم فيه ان شاء الله. واللي ممكن اللي ما عنده شيء، في مواد بسيطة ممكن يختار الطالب لو صحيح باللغة التركية، يعني في نقول يعني شو ما استفاد منها منيح، اذا ما عنده شيء مثلا في وقت فراغ ليش لا يدرس في مواد الرياضيات، في المواد الديانة البسيطة، لأنه هنا أكثر من مادة، بتختاروا أبسط المواد فيكم تدرسوها بهالفترة اللي جاية من هون للفحص، يعني لعله وعسب يعني ما بنعرف بجوز تغير القرار فجأة، بس إلى الآن ما في داعي حدا يدرس أو يكون في فحص نظام، بس المهم بهذا الموضوع هو الحضور. هاي باختصار أغلب الأسئلة اللي كانت عم تجي على الموضوع بخص البكالوريات اللي كتير عم نسأل عليه. طبعا أي جديد أكيد رح نوافيكم فيه، نتأمل من طلابنا طلاب بكالوريا يكونوا على مستوى الشيء اللي هن وصلوا له، مستقبل كتير مهم وحياة جامعية جاي هلأ بالطريق، نتأمل أنه يكونوا انتقلوا لحياة جامعية يقدروا يفيدوا فيها حالهم وبلدهم، وبالتوفيق أكيد لكل طلابنا طلاب بكالوريا.